ويمكن برضو احنا النهاردة عايزين نشوف يعني مشاركة الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة الجيل. يا فندم تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك يا فندم وأستاذ المشاهدين وكل المجموعة اللي مع حضرتك. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. النقاشات التي تمت النهاردة من خلال المحور الاقتصادي، أهمية ملف مهم زي العدالة الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية تمت إزاي، وإيه أهم التحديات اللي بتواجه هذا الملف في مصر؟ أنا الحقيقة بأكد على الكلام اللي قاله الدكتور شواتفي وأهمية الإنتاج، والحقيقة الموضوع أنا من وجهة نظري ليا وجهة نظر مختلفة شوية، إن العدالة الاجتماعية والطموح مش هيقف عند حد معين، لأن كل ما بيبقى الإنسان بيتقدم للأمام بيبقى له طموح أكتر، وبيبقى محتاجين العدالة الاجتماعية تتطابق مع الطموح والطموحات والمتغيرات في الحياة الاقتصادية أكتر وأكتر. فما فيش حد معين هنقف عنده عند العدالة الاجتماعية أو عند الطموح بتاع في الإنتاج. إنما اللي أنا عايز أأكد عليه لحضرتك، وأنا يعني الحقيقة الملف ده ملف مهم جدا، وإن الحوار الوطني تناول عدة ملفات متميزة جدا لصالح مصر ولصالح جمهورية جديدة. عدالة الاجتماعية تتحقق والإنتاج عشان يتحقق، احنا عندنا شوية حاجات كده عايزين نحطها في خلاط ونضربها تطلع نتيجة واحدة. اهم حاجة فيها المصانع والشركات المنتجة، وزي ما قال حضرتك في الحديث القطاعات المنتجة المتغيرة زي السياحة وزي الصناعة، الزراعة مهمة جدا. الحاجات دي لما نحل المشاكل بتاعتها ونحلها بطريقة جذرية ونقول احنا عايزين نزود الانتاج بتاعنا عشان نحقق العداله الاجتماعيه للعامل قبل صاحب العمل، ده اللي احنا بنفكر فيه واللي احنا عايزين نوصل له. فبدايه انا بقول بالنسبه للجزء اللي قاله الدكتور شواتفي عن الضرائب المتغيره والمرنه، احنا عايزين نحط برنامج ضريبي قدامنا يبقى الشركات والمصنعين والمنتجين بدايه عارفين الالتزامات اللي عليهم ايه عشان يقدروا يحطوا خريطه او بلان ليهم يقدروا يتحركوا من خلاله لتحقيق الوفره او المكسب او وده حقهم، وفي نفس الوقت يدفع الضرائب وده حق الدوله. انما الامور اللي ملخبطه كتير قوي في قلب بعضها، منها الاقراض ومنها التغيير سعر الفايده وسعر الصرف والكلام ده كله، احنا محتاجين يبقى فيه بلان محطوط حضرتك لمدة على الأقل 5 سنوات زي خطة خمسية. محتاجين نحن نوحد الشبابيك لشباك واحد للتعامل بشأن الإنتاج، قطاع السياحة لوحده، قطاع الصناعة لوحده، قطاع البترول لوحده، كل قطاع لوحده. لكن مفيش شك إن الدولة بتعمل جاهدة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للعمال الطيبين اللي هم أساس النجاح في أي موضوع أو في اي مكان او المواطن المصري بشكل عام. فانا بقول لحضرتك ان واحنا كاحزاب كمان لينا دور في ده، وبنقدم ورق الى مجلس الحوار الوطني، ومجلس الحوار الوطني الحقيقه بيتقبل كل المقترحات بتاعتنا بشكل متميز يمس المواطن مباشره. احنا عايزين في اسرع وقت ممكن نزود الانتاج بتاعنا، نزود نقلل الفجوه الاستيراديه بتاعتنا. يمكن سياده الرئيس كان بيقول في احدى لقاءاته احنا ازاي مستلزمات الانتاج نخلي عندنا احنا هنا قطاع بيطلع مستلزمات الانتاج. يعني على سبيل المثال عشان نوضح للساده المشاهدين، مستلزمات الانتاج لو كانت مثلا رمانه بلية، لو كانت ابره هنستوردها من بره، ليه ما نصنعهاش هنا ونوفر فاتوره استيراديه توفر معانا الضرار وتخفف عليه. يمكن وجهة نظر حضرتك دي مشتركة بشكل كبير جدا مع وجهة نظر دكتور محمد الشواتفي منذ قليل، يعني عندما طرح بزيادة النمو والإنتاج إن ده هيفرق كتير جدا في تحقيق العدالة الاجتماعية على يعني خطة طويلة الأمد. أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.